السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من كورس تأسيس دراسة جدول مشروعك الخاص في 90 دقيقة. واليوم معنا إن شاء الله الحلقة السابعة واللي حنكمل فيها الدراسة المالية للمشروع والمثال العملي اللي إحنا طبعا طرحنا خلال دراسة الجدوى أو الكورس اللي إحنا طرحنا على قناة 10 minutes. وخليك معي لنتواصل في الدراسة المالية، وحكينا إحنا يعني تقريبا شرحنا الجداول الخاصة بتكاليف التأسيس والتكلفة الجارية، وصلنا أيضا للإيرادات المتوقعة، والآن إن شاء الله حناخذ مع بعض اليوم المؤشرات الربحية. فخليكم معي بعد هذا الفاصل، ولكن بذكركم بضرورة الاشتراك في قناتي والإعجاب بهذا الفيديو، وأنه أنت تضغط على زر الجرس من أجل يصلك كل البرامج والحلقات اللي إحنا بنرفعها على قناة 10 minutes. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. بتوقع انه انت تكون الان مشترك في قناتي واعجبت بهذا الفيديو، واهلا وسهلا بك في كورس دراسات الجدوى اللي هذا طبعا هيخليك ان شاء الله مؤهل انه انت تكتب دراسه جدوى لمشروعك او لفكرتك بشكل بسيط جدا. واحنا بسطنا هذه الدراسه لغايه او لغرض انه انت تكتب هذه الدراسه وتستوعبها بشكل رائع، وتكون يعني فاهم جميع المحتويات اللي اتت في هذه الدراسه. وركز معي الان لنتناول المؤشرات الربحية. طبعا هنا المؤشرات الربحية كانت لعام 2015. طبعا صافي الربحية كان هو عبارة عن الإيراد السنوي ناقص التكاليف السنوية. طبعا زي ما انتم ملاحظين احنا ذكرنا انه الإجمالي باء والإجمالي ألف، ليش احنا ذكرناهم هنا زي ما انتم شايفين، ذكرنا الإجمالي باء والإجمالي ألف في الجداول عشان نقدر يعني نجيب الأرقام من هذه الجداول. فخلينا نشوف الإجمالي باء والإجمالي ألف احنا من وين جبناهم، من أنهي جداول. زي ما انتم ملاحظين الإجمالي باء هو عبارة عن الإيراد السنوي، في هذا المربع هو الإيرادات المتوقعة، فأخذنا 11400 ناقص الإجمالي ألف وهو عبارة عن مجموع التكاليف الجارية. كما تلاحظون الآن التكاليف الجارية هي تقريبا طلعت معنا 7100. فالآن 11431 دولار ناقص 7100 بيعطيني 4331. طبعا ركزوا معي شوية في هذه الأرقام عشان تستوعبوا وما تتلخبط من هذه الأرقام. إذا إحنا ذهبنا إلى الإيراد السنوي، الجدول الخاص بالإيراد السنوي، ثم التكاليف السنوية، وطرحنا الإيراد السنوي من التكاليف السنوية بيعطيني 4331 دولار. هذا بنسميه صافي الربحية اللي حنستخدمه بعد ذلك عشان نعرف معدل العائد على الاستثمار، اللي هو هذا هو يا جماعة، معدل العائد على الاستثمار. طيب خليني الآن أنا أحسب الاستثمار أو رأس المال. كيف أنا بدي أعرف رأس مال المشروع؟ هو عبارة عن مجموع تكاليف التأسيس والتكاليف الجارية لدورة تشغيلية واحدة. وكيف بنقصد فيها فترة يعني زمنية محددة أو دورة تشغيلية واحدة؟ يعني بتكون لمدة سنة غالبا. وخليني أستعرض معك الآن رأس المال أو الاستثمار اللي بنحكي فيه، هو عبارة عن مجموع تكاليف التأسيس والتكاليف الجارية. ومن وين جبنا طبعا هذا الرقمين؟ خليك معي عشان نذهب إلى الرقمين. تكاليف التأسيس كما تلاحظون الآن من هذا الجدول، ركزوا معي أحبتي، ها هي تكاليف التأسيس. ملاحظين المربع هذا أعلى هو عبارة عن تكاليف التأسيس هي 700 دولار، ثم بعد ذلك التكاليف الجارية ل 7100، بالتالي حصلنا على الرقم أدنى وهو 7800 دولار. زي ما أنتم ملاحظين هو عبارة عن تكاليف تأسيس زائد تكاليف الجارية. طبعا الأرقام جاهزة لأنه إحنا كانت عبارة عن دراستنا عبارة عن جداول يعني فيها أرقام، فبالتالي يعني هذا بسهل عليك تحسب المؤشرات الربحية. وخلينا أعزائي المشاهدين الآن نشوف معادلة العائد على الاستثمار. كيف أنا بدي أجيب معدل العائد على الاستثمار؟ يعني هو معناه أنه صافي الربح السنوي بقسمه على مين؟ على الاستثمار أو على رأس المال. طبعا صافي الربح السنوي اللي أنا حسبته من عبارة الإيراد السنوي ناقص تكاليف السنوية بيعطيني 4331 دولار كما تلاحظون. ثم بعد ذلك استخدمت هذا الرقم في معادلة العائد على الاستثمار اللي هو عبارة عن صافي الربح السنوي اللي هو 4331 على رأس المال بيعطيني نسبة
معينة. هي 61% طبعا طلعت معنا، هذه نسبة جيدة ورائعة، انه 61% انا بحقق من العائد على الاستثمار، وهذه يعني طبعا نسبة رائعة وجيدة. وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان المشروع افضل وممكن احنا نختاره لنستثمر في طبعا اعزائي المشاهدين. وهذه النسب طبعا مهمه جدا لمين؟ للانفستور او لصناديق الاستثمار او للبنوك اللي انت بتقدم لها دراسه الجدوى، بتعرف انه هذا مثلا هذا المشروع ناجح وبالتالي عائد الاستثمار عليه بكون جيد ورائع ونسبته عاليه، فبالتالي ممكن يفضلوا هذا المشروع. طبعا تفضيل المشاريع مثلا، يعني عندي مثلا 5 مشاريع، كيف انا بدي افضلها؟ من خلال المؤشرات الربحيه. ووصلنا معكم الآن إلى فترة الاسترداد اللي هي بتكون بالسنوات عادة. طب شو هي فترة الاسترداد للمشروع؟ هي عبارة عن الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد أموال المشروع، يعني كم سنة عشان المشروع يجيب رأس المال الخاص به. بذهب أنا طبعا لهذه المعادلة اللي هي طبعا بتعطينيها بالسنوات، رأس المال على صافي الربح السنوي، يعني طبعا الأرباح اللي أنا بجيبها بجيب اللي هي قيمة رأس المال وبقسمه على صافي الربح السنوي، بيعطيني سنة وثمان شهور. هذه طبعا مدة رائعة وفترة استرداد رائعة جدا ومقبولة جدا، وهذه أيضا بتعطيك أنه قبول لتمويل هذا المشروع بشكل يعني كبير. طبعا هذه كلما يعني طالت هذه المدة كلما كان يعني له فرص التمويل أقل، يعني قديش أنت بتسترد المشروع أو رأس المال الخاص بالمشروع بفترة وجيزة، هذا بيعطيك طبعا أدفانتج رائعة، لأنه صناديق الاستثمار تمول مشروعك وتقبل دراسة الجدوى بشكل جيد. وخليني الآن أنتقل معاكم يعني نوضح في هذا الجدول، في عندنا تكاليف أيضا جاري العام 2016. طبعا إحنا بعد ما حسبنا اللي هو تكاليف الجارية الخاصة ب 2015، انت الان ممكن تعمل estimation او expected values، يعني قيم متوقعة للتكاليف الجارية خلال العام 2016، لانه احنا طبعا هذه المؤشرات زي ما انتم ملاحظين للعام 2015 كانت، فالان احنا حسبنا تكاليف الجارية للعام 2016، وايضا تعمل مؤشرات ربحية للعام 2016، هذا بيكون احيانا مطلوب، واذا كان موجود فهو خير ورائع وبيعطي سبورت ودعم لدراسة الجدوى إنها قوية ورائعة، وبيعطي ثقة لمين؟ لإنفستور أو صناديق الاستثمار اللي أنت بتقدم لها دراسة الجدوى، إنه أنت بتوضح له في السنة الثانية كيف حال المشروع حيكون، كيف مؤشراته الربحية، كيف تكاليفه، وهذا بيعزز من اللي هو جدوى المشروع إنه يتم تمويله، وفرصة تمويله بتكون كبيرة ورائعة جدا. وبني حلقتي لهذا اليوم مع بوصلة نموذج الأعمال الخاصة بمشروع ديسكانت للخدمات التسويقية، واللي هذه طبعا البوصلة يعني بتعطيك فكرة عامة وموجزة ورائعة عن المشروع اللي أنت طبعا بتقدمه للجهة الاستثمارية. هذا طبعا مفيد جدا لمين؟ لصناديق الاستثمار. لو قرأ فقط بوصلة نموذج الأعمال حيفهم فكرة عامة أو حيعرف الهدف من مشروعك، وكل حيثياته وتفاصيله بتكون موجودة في ورقة واحدة، وهذه بتكون أحيانا متطلب بشكل كبير لكثير من الصناديق الاستثمارية والمانحين اللي هم بدهم يمولوا مشروع. عشان هيك من المهم تكون معنا في الحلقة الثامنة إن شاء الله، الحلقة القادمة من هذا الكورس، لتشاهد اللي هو بوصلة نموذج الأعمال وما هي مكوناته، بنتحدث عنها بشكل مستفيض. طبعا ما تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو، وإنه أنت تضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. طبعا لاحظوا علامة الاشتراك هي علامة حمراء، أرجو أن تكون علامة بيضاء إن شاء الله تعالى. بتشرف باشتراككم في قناتي، وإن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.